مفيش قايمة، مفيش نيش، مفيش مهر، مفيش عفش، مفيش التزامات أساسية عشان تتجوز. مش هتدفع ولا مليم ولا هتضغط نفسك ومش هيكون عليك أي التزامات. بص يا سيدي، مفيش قايمة، مفيش نيش، مفيش مهر ولا عفش، عايزك بشنطة هدومك وبتبدأ معاك من الصفر. دي كانت تجربة زواج البلوجر محمد الأمين من أوكرانيا. يا ترى إيه اللي خلاه يتجوز أوكرانية ويسيب المصرية بنت بلده؟ وليه بيدع الشباب المصريين يعملوا زيه ويتجوزوا أجانب؟ مش هتصدق قال إيه عن مميزات الست الأوكرانية. وفي حالة واحدة ندم إنه اتجوز مصرية، وقال لو كنت اتجوزت مصرية كان زماني قاعد ملك زماني. عايزة تكون شريكة حياتك وتبدأ معاك من لا شيء، هتبقى على الحلوة والمرة ومعاك هتبنوا حياتكوا سوا. مش هيكون عليك ديون للجواز ولا أقساط تقطم وسطك وتقعد تسدد فيها طول عمرك، واللي هيجي على قد الأقساط لا عارف تحوش ولا عارف تعيش. ده كان كلام البلوجر محمد الأمين اللي بيشجع الشباب يعملوا زيه ويخرجوا برا العادات والتقاليد المصرية، وإن مش لازم أنت مصري تتجوز المصرية، لا، دور على اللي هتريحك ماديا ومعنويا. وما فيش أكتر من الأوكرانية. الأمين نشر فيديو الساعات اللي فاتت على صفحته الشخصية وعمل قلق كبير جدا بين الشباب المصري والعربي، وكان تحت عنوان واضح إن في إقبال على جواز الأجانب الفترة دي. فيا ترى هل في إقبال كبير وعلشان كده عمل الفيديو التوعوي ده؟ مش هتصدق اللي قاله محمد. قال إن ما فيش فرح ولا بهرجة الأفراح المصرية، ولا التورتة ولا هتبل الشربات، كمان حتى الذهب والشبكة آخر حاجة ممكن يفكروا فيها. كمان طول فترة خطوبتك من أجنبية مفيش هدايا ولا مصاريف عمال على بطال، بس هو أكد إن ده مش معناه إنها رخيصة أو ملهاش قيمة أو إنها ببلاش، لا بالعكس، ده معناه إنها عايزاك أنت وبس، لا بتفكر في ماديات ولا غيره، المهم عندها الشخص اللي هتعيش معاه وباقي الحاجات واحدة واحدة يقدروا يعملوها، قنوعة وراضية بقليلها. المفاجأة بقى إن الخير هيعم على الكل، مش أنت بس، مستقبل ولادك غير، عيشتهم غير، لو عندك أولاد هتلاقيهم بيتكلموا أكتر من لغة، اللغة بتاعتك العربي ولغة الأم. أهم ميزة كل الشباب بتسعى ليها لما تفكر تتجوز من أجنبيات إنه ياخد الجنسية، وممكن يضحي بأي حاجة بس علشان ياخد الجنسية. طيب في الحالة دي تعمل إيه؟ بص يا سيدي، البلوجر محمد الأمين قال إنه علشان أي شاب ياخد الجنسية الأوكرانية لازم يعيش 5 سنين متواصلين في أوكرانيا، لكن ابنك لما يتولد بيكون واخد الجنسية ولتأمين كامل متكامل لمستقبل. الحقيقة إن بعد الفيديو ده هنعتقد إن الإقبال هيكون تاريخي والشباب هتتشجع للفكرة، خاصة إن وقت الأزمة الأوكرانية الروسية اتصدرت الأوكرانيات المشهد، وكان ترند وقتها إن المصريين مرحبين جدا بالأوكرانيات في مصر وإنهم يتجوزوا فعلا، بس ده كان ترند على سبيل الهزار، المصري مش هيلاقي زي المصرية ولا هيعرف يتأقلم معاها بسهولة. وعلشان كده زي ما في مميزات قالها الأمين هو ما قالش العيوب، بس نشر فيديو قبل كده هو بيطبخ وبيقول أنا لو كنت اتجوزت مصرية كان زماني قاعد زي الباشا وهي بتحضر لي الأكل، ولكن البعض شاف إن دي أهانة للست المصرية، وزي ما يكون كل دورها تعمل الأكل وبس، وش معنى في الحاجات التانية ما بيجيبش سيرتهم. كمان مش هتقف معاك لما فلوسك أو صحتك يخلصوا، هتسيبك فورا، ولو عندك منها أطفال مش هتعرف مصيرهم إيه، ومفيش أحسن من بنت بلدك أو البنت العربية. اللي كان خايف منه حصل، كل الناس هجموا في التعليقات وقالوا له هنشوفك بعد كام سنة، يا ترى هتبقى عند رأيك ولا هتطلع تقول العيوب. كمان إن الناس شايفة إنه مش هيكون هو الراجل الوحيد اللي كان في حياتها، ده غير الاختلاف وعدم التكافؤ الثقافي والاجتماعي، اختلاف مرجعية الزوج المصري عن الأجنبية، ولكن في الحالة دي هو ممكن يتأقلم لو المميزات مغرية. فيا ترى انتم مع ولا ضد زواج الشباب المصري من الأجنبيات؟ هل شايفين إن ده هيزيد العنوسة للبنات في مصر وهيكون سبب رئيسي؟ هل ده الحل علشان الشباب يتجوز من أجنبيات خاصة إن مشاكلهم كتير؟ ولا انتم رأيكم إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.